الشهيد مؤسس كتيبة جنين جميل العموري، والدة الأسير أحمد عموري. اليوم حابب أني أحيي ذكرى ابني جميل مع أمهات شهداء نابلس ومع أمهات شهداء جنين. واليوم بحب أقول أحكي عن جميل أنه جميل بطل وبطل مخيم جنين، والحمد لله رب العالمين، ربنا اصطفاه شهيد. واليوم احنا بنحيي ذكرى جميل. بعدهم الناس يعني متأثرين فيه طبعا، وجميل بعده بقلوب الناس، والحمد لله رب العالمين. هذا الاشي فخر انه وفخر لمخيم جميل. احكي الله يرحمه، وان شاء الله انه ذكرى بضله بالمخيم وبكل منطقة، والحمد لله رب العالمين، الكل بحبه والكل بذكره. الله يرحمه والله يتقبله. أمهات شهداء نابلس، جينا على جنين لنحيي الذكرى السنوية لجميل العموري قائد الكتيبة، الله يرضى عليه ويهنيه بشهادته ويبارك له فيها. أكيد إحنا شهدائنا ما بننساهم، ولكن إحنا بنحب نحتفل بذكرى استشهادهم، بذكرى ميلادهم. ما بننسى ابدا شهدائنا، ما بننسى تضحياتهم، وهم شهدائنا. صحيح فقدنا الجسد، ولكن الروح عايشه معانا، واكيد هذا شيء كل ام بتشعر فيه. واكيد احنا امهات شهداء نابلس وأمهات الشهداء بصفة عامة في كل فلسطين بتساند بعض، لأنه طريق شهدائهم الأبناء هو واحد، وإحنا ماشيين على هذا الدرب لأن نكون سند لبعض أمهات الشهداء. ووحدة وحدة زي ما كانوا أبطالنا الشهداء، إنه موحدين، عدونا واحد، طريقنا واحد، بلدنا اللي هي فلسطين إلنا. فإحنا على درب شهدائنا ماشيين إن شاء الله ليوم النصر والتحرير إن شاء الله، وليوم تتسكر السجون، وإن شاء الله أسرانا وأسيراتنا يكونوا معانا، ونحتفل ونصلي بالأقصى سويا، وتسليم الجثامين ما بننسى كمان. وأكيد شهدائنا أحياء ونشعر فيهم، الله يرضى عليهم ويهنيهم. ستكون بعدك غربة ومرارة، والقلب من بعد الفراق سيضمحل، وستذرف الأشواق دمعة حزني.